باشمهندسة منى بإذن مديرة المركز التكنولوجي بحي النزهة، قولي لي بقى انت يفرق ايه دلوقتي عن قبل كده؟ المركز عندك اخباره ايه؟ طبيعة الشغل احكي لي. طبعا هو الهدف الاساسي من انشاء المراكز التكنولوجية هو عزل مقدم الخدمة عن طالبها. فطبعا كان في الاول كان المواطن حيطة سد، المواطن كان بيدخل الاداره بيتعامل دايركت مع اللي بيأدي له خدمته. بيبقى طبعا في محسوبيات، في طب تعالى بكره، طب استنى عليا شويه، طب حضرتك عارفه بقى يعني كان في التعامل المباشر بين الشغاله كويس زي الفل، بس في برضو التجاوزات كلنا عايشين في مصر وشايفينها. تمام. فطبعا المركز التكنولوجي اولا غير ان هو يعني يسر ان يعني مبدا الشباك الواحد، بحيث ان المواطن ما يجيش بيبقى داخل الحي تايه مش عارف يروح لمين، فبيروح مكان موحد بيطلب خدمته، بيبقى فيه نماذج موحده. طب بصي احكي لي، انا داخله عندك المركز اول ما يعني بشوف ايه قدامي، ايه الخطوات اللي لازم اعدي عليها، الموظفين، الشباك الواحد بتقولي عليه، الشاشه اللي انا شفتها، الرقم. احكي لي انا من ساعه لما ادخل بيحصل معايا ايه؟ اول ما بيدخل المواطن المركز التكنولوجي طبعا بيتوجه بيقابله موظف الاستقبال، بيعرف طلبه ايه او كده، فبيديله نموذج الخدمه، مثلا عايز يرخص محل فبيديله نموذج الخدمه اللي الخاص، اللي هي الورقه اللي هيملاها. تمام. النموذج ده طبعا بيبقى شامل البيانات اللي هيدخلها، وشامل المستندات المطلوبه للخدمه كويس، وشامل الرسوم، وشامل المده الزمنيه اللي بتقدمها، يعني بتاخدها الخدمه لما تنجز او يتم استلامها. يعني بتعرف كل حاجه. انا الورق المطلوب مني ايه، هاخد وقت قد ايه، هدفع رسوم كام، فيبقى انا عندي معلومه. فبيبقى يعني مش بيبقى تايه. طيب يعني ما بيلاقيش، ما فيش اطلع الدور اللي فوق وانزل من الدور اللي فوق لتحت ورجعي تاني اصل فيه دمغه مش عارفه ايه لا طبعا يعني هو مبدا الشباك الواحد بصراحه بيوفر عليه اللف في الحي والتجول في كل الادارات. يعني الشباك الواحد ده تحت. تمام. مفيش فوق خلاص، مفيش فوق وتحت. لا ما بقاش فيه خلاص. تمام. تمام. بعد كده طبعا هو بياخد رقم على الشباك، عشان ممكن لو عملاء قدامه مثلا يكونوا مثلا يبقى فيه يعني نوعا ما فير في دوره. ايوه. فير في المعامله، فاللي جاي طبعا الاول بيتخدم الاول وهكذا. ماشي. بيستنى ما يجي دوره زي نظام البنوك كده، بيقف على الشباك بيملى النموذج دي بالرقم بقى اللي هو العميل، فيدخل رقم العميل. تمام. بيستقبله طبعا موظف الشباك الامامي، بياخد منه البيانات بيسجلها على الكمبيوتر. بلس ان هو طبعا مقدم نموذج ورقي برضو، علشان تبقى العمليه ماشيه من ناحيتين، يعني الكتروني وورقي، على اساس ان البيانات بتاعته تطلع بعد كده للادارات المختصه تبحثها وتشوف مثلا. طبعا في عندي مندوب اداره خلفيه بيبقى لازم واقف، يعني خاص مثلا هو مقدم طلب محل ترخيص محل، فبيبقى واقف مندوب من الاداره الخلفيه بيقول له مثلا الاداره الخلفيه بقى اللي هم الموظفين التقليديين يعني. طب ده بيبقى دوره ايه بعد كده؟ معلش، ما هو بيبقى دوره يعني هل هو ده بينزل على الارض يعني مثلا؟ معلش عشان في موضوع التراخيص والتجديد والكلام ده كله، انه نوظف المحليات بينزل بقى يبص انت تمام. مستوفي الشروط. فنزله ده فيه المشكله. هو بصي هو طبعا لابد في شق معينه، يعني في بعض الطلبات لابد فيها شق معينه، فلازم طبعا الموظف المختص بينزل. بس يعني بيبقى نازل بليمت مش زي الاول، يعني حركته مرصوده زي ما بنقول يعني.